ولا ورك بيرميت، يعني اشياء للهجره يعني، والجنسيه كذلك، تقديم طلب. غنحاولوا نحطوا كذلك حتى ان شاء الله البطاقه، باش انها حتى الناس انه اللي بغى التواصل ان شاء الله يكون تواصل. موضوع نعم استاذي، خدمات اخرى من غير هذه، كاين خدمات الشركات والكفاله، وكالات مثلا سواء في داخل الولايات المتحده او في التناسق مع الخدمات في البلد الام، يعني كاين مشكل يعني. جيد، معلومة جيدة. الآن احنا في سنة يعني 2021، القانون الضريبي ربما هناك العديد من المتغيرات. سي كريم، وانت أدرى بهذا المجال، هذا شنو هو الجديد في القانون الضريبي سي كريم؟ اولا كان واحد الاصلاح ضريبي ابتداء من 2018، 2018 نعم، المدة ديالو 8 سنوات، يعني اخر نعم. يوم او اخر يوم لهذا الاصلاح هو 31 ديسمبر من 2025. فهاد 8 سنوات عمل واحد الاصلاح ضريبي فيه بعض السلبيات وفيه بعض الايجابيات يعني. فعموما في ايجابيات شويه احسن يعني، من ناحيه وغير واحد التاثير من ناحيه العائد شويه يعني، الناس فقدوا بعض العوائد اللي كانت تيديروا مثلا الريفاند، وفي ايجابيات كذلك من ناحيه اقتطاعات وهذه، فغادي نقدروا نهضروا معهم بالتفصيل ان شاء الله. مزيان، ممكن سي كريم ان شاء الله باش نمشيو كما قلت نفس النقطه بنقطه، ولكن الكلمه غادي تكون لك لانك انت ادرى بهذا المجال. شنو اعطينا النقط اللي هي مهمه جات فيها في هذا القانون، يعني القانون الجديد، شنو هي المتغيرات باش الناس يعرفوا اكثر، وفي انتظار ان شاء الله اننا نشوفوا كذلك الاسئله ديال الاخوان، وبعد ذلك ربما نفتحوا المكالمه. يعني الكلمه لك، وممكن تقرب الناس اكثر من القانون الجديد وتعطيهم معلومات في هذا المجال هذا، باش الناس ان اللي كان عنده اي سؤال نحاولوا نجمعوه وبعد ذلك نطرحوه ان شاء الله بعد ما تقدم لهم هذه المعلومات هذه ان شاء الله. اولا كما قلت طرا واحد التغيير في المجال الضريبي ابتداء من 2018، ف مثلا سميتو النسبه ديال الضريبه تقلات بالنسبه للسنوات اللي قبل. فمثلا من حسب الوضعيه ديال الفرد، يعني اذا كان واحد متزوج كاين واحد عازب او لا منفصل، ف ستاندرد ديدكشن حسب الليفل ديال الانكم ليفل، يعني الدخل ديالو، فحسب الوضعيه ديالو. فمثلا الا كان واحد يعني اعزب سينجل، فلا كان تيربح ما بين 0 و 9875، فهي 10% النسبه ديال التاكس براكيت، يعني النسبه ديال الضريبه. لكن متزوج فالين ماري فالين جوين، فلك الواحد يربح المتزوجين بين 0 الى 19750 دولار، فالنسبه 10%. اما لكن الواحد ربو بيت، ف كاين كم ديالو من 0 الى 14100، ف 10%. نعم، هناك 7 شرائح ديال هذا النسبه ديال الضريبه. 7 شرائح، كاين 10%، 12 و22، 24 32، 35 و37%. فكل شريحه عندها واحد النسب ديال الضريبه حسب الحاله العائليه ديال الشخص. كما قلت سينجل تكلمت على من 0 9875، هذه بالنسبه لكل واحد سينجل 10%. كان واحد متزوج من بين 0 الى 19750 دولار، كان ربو بيت هيد اوف هاوس هول من 0 الى 14100، هذا بالنسبه للشريحه الاولى 10%. الشريحه الثانيه وهي 12%، يعني الا كان الواحد يربح من 9875 دولار الى 40125، فعنده 12% من الضريبه، يعني تاكس براكيت. الا كان الواحد ارمى يعني هيد اوف هاوس هول من 14100 الى 53600، كان متزوج، فالانكم الدخل ديالو المعرف يعني الماريفاين جوينت، فالدخل الضريبه هي 19750 الى 80250. الشريحه الثالثه وهي 22% يعني لك الواحد سينجل 40125 الى 85525، كان هيد اوف هاوس هولد 53700 الى 85500، كان تزوج 80250 الى 171050 دولار،
كاين واحد السؤال استاذي في هذه النقطه ديال هيد هاوس هولد. يعني انا سمعت في لايفات اخرى انك درتيها بزاف ديال الاخوان انهم كيديروا خطا وكيعمر بانه مثلا هيد اوف هاوس هولد وما خصوش، يعني هو ربما انه خطا كيعمروها الاخوان في هذه النقطه هذه. انا سمعت في لايفات اخرى انك تكلمتي فيها، وربما بزاف ديال الاخوان انه تيحطوا مي كيعمر بانه هيد اوف هاوس هولد اول مسؤول، ومع انه ربما انه مقيم في نفس المكان وكيعمر بانه هيد اوف هاوس هولد. ممكن حتى الناس انهم تقربهم هذه النقطه، لان كاين ربما انا نقول واحد الاغلبيه كدير نفس الخطا وما عارفينش هذا الخطا انه كيرتكب. نعم، اولا كاينين خمسه ديال الحالات ديال الضريبه، كاين خمسه ديال فايلين ستارز، كاين اولا اعزب سينجل، كاين ماري فايلين جوينت يعني متزوج مشترك، وكاين ماري فايلين سيبريت يعني منفصل، كاين هيد اوف هاوس هول، وكاين ويدو ويدور يعني كاين الاعزب، كاين التقديم مشترك، وكاين تقديم منفصل، كاين ربات وبيت او رب وبيت، وكاين ارمل او ارمل. هادو هما الخمس الحالات اللي كاينه في التقديم الضريبي. جيد. فمثلا الانسان اللي غادي يدير هيد اوف هاوس هول وبيت، فغادي يكون هو الشخص اما الزوج او الزوجه، ويكون ما كاينش عايشين في نفس السقف في نفس البيت الزوجه ديالو، يكون بعيده على ما عايشش في نفس البيت. فهذه الحاله لازم تكون هيد اوف هاوس هول، يكون الاطفال تتبناهم وعنده اثبات انهم معاه في البيت، وعنده المستندات كمثلا شواهد طبيب، شواهد مدرسه، مثلا روض الاطفال تمشي هذيك دي كير، فغادي يكون عنده اثباتات انه يشتري لهم الملابس، دواء، يعني فواتير تثبت ان ذاك الاطفال معه في نفس البيت. لكن الزوجه معاه والزوج وعمل هيد اوف هاوس هولد، فهذا خطا غير قانوني. نعم. فلازم تكون المراه اللي كانت تتحمل الابناء ديالها وتتبناهم وعندها مستندات، فتكون هي الوحيده اللي كاينه في ذاك البيت او في ذاك الابارتمنت او في ذاك الشقه. يعني الا كانوا متزوجين وعايشين في نفس البيت، ففي هذه الحاله عندهم اختيارين، اما تقديم مشترك او لا تقديم منفصل. فهذه نقطه مهمه وقانونيه وصحيحه، ولكن مع الاسف الناس اما جارين القوانين ام او لا المحاسب ما عرفش القوانين، او لا تبغوا ياخذوا اقصى حد من العائد، ولكن فيه مشاكل من بعد، فيه مشاكل. ولهذا في الانسان ننصح الواحد يدير الطريقه القانونيه. ولكن عاوتاني الانسان غادي يقدم على اطفال ديالو ما عايشينش معاه في البيت، مثلا هناك مشاكل بين الزوج والزوجه، تكونوا منفصلين وتضارب في الشكل، غادي ياخذ الابناء. فاللي عنده المستندات والوثائق هو اللي غادي يستحق ياخذ داك المستحقات ديالنا. نعم. فهذه مشاكل توجدوا دافع الضرائب، وكذلك المحاسبين لازم يوثقوا هذه المسائل اللي قلت لك، لازم تكون موثقه يعني، لان المحاسب يختار الوضعيه الصحيحه والسليمه لذاك الشخص، ماشي غادي يمشي على حسب ارضاء طالب هذا الدافع الضرائب بمجرد كسب من الدخل ولا سيرفيس فيه يعني. ولكن لازم الواحد ان حتى المحاسب ولا المعد الضرائب له قوانين، له يعني متابع قانونيا مراقب من طرف الضرائب، لان توي تثبت ان ذاك الشخص عنده اطفال وعندهم حتى ياخذ نسخ من المستندات كحمايه له. وكذلك كاين واحد الورك شيت للمحاسب توثق كل هذه تسمى ديو ديليجنس، ما عرف كيفاش نترجمها بالعربيه، وهي اسئله تتبين ان ذاك الشخص يستحق هذاك الكريديت لذاك الاطفال. وكذلك من بين الاسئله في ذاك الكويشنير، وهي هل الدافع ضرب عن عنده وثائق تثبت ان ذلك. Did you document providing for the taxpayer؟ تقول لي نعم، وغادي تكون نسخه لهذيك الفواتير في حاله الطلبه. وكذلك لك المحاسب ما عملش هذه المسائل القانونيه، فمتابع فكل غرامه لهذاك المحاسب
حط الأبناء والأبناء غير موجودين مع مع التاكس باير، فالغرامة تصل 500 دولار لكل ملف، 500 دولار يعني تصور الواحد عمل 50 إقرار ضريبي بدون وثائق بدون مستندات، ف 500 دولار ضربها في كنا 50 فغادي يخلص 50000 دولار ضعيره غرام، وممكن يتابع الرخصه منه وممكن يتابع قانونيا. فالدافع الضريب يجهل هذه القضايا. نعم، ما كتلاحظش استاذي كريم يعني تقريبا مع بدايه الموسم الضريبي انه كتبدا هناك الاحتيال والنصب على دافع الضرائب عبر البريد الالكتروني، كاينين شي شركات كيبقاو يطالبوا الاخوه لان عارفين في هذه الفتره هذه انهم كيدفعوا الضرائب، ربما انه كيكسر الاحتيال عن طريق البريد الالكتروني. نعم، فهذه بين النقط اللي ربما انكم كطرحوها بزاف باش توعيوا الناس اللي كيدفعوا الضرائب. ممكن تقربنا اكثر كيفاش هذه الطرق اللي كيتم يعني النصب على النصب بها عن طريق البريد الالكتروني من خلال الرسائل اللي كيتوصلوها بها؟ اولا تينشطوا هاد المحتالين وهاد النصابات، تينشطوا الانشطه ديالهم في هذه الفتره بالضبط، فتره الضرائب، مش فقط ضرائب، فقط مثلا قروض، الحصول على قروض بنكيه، سلف، تامينات صحيه. فهذا الظرف بالضبط يعني في حركه، في نشاط، والنصابين بجميع الطرق عن طريق البريد الالكتروني او عن طريق البريد العادي او بالتليفونات، فهناك نصب جميع الحالات سواء عن طريق الانترنت او عن طريق البريد العادي او عن طريق التليفون. فتيمكنوا نفسهم مثلا هما مصلحه الضرائب او لا، هادو هما اللي غادي تيقول لك بعد مثلا انت من ناحيه ديال الصندوق الضمان الاجتماعي تقول حنا بغينا باش تعطينا معلومات ديال السوشيال سيكيورتي ديالك باش منين باش نقدموا الضرائب ديال الفيدرال ويد هولدين وش مشاكل بحال هكا. ف ديالو باش يبنيو باش يقولك راه حنا الشركات خصنا باش هذاك الموظف خصو رقم ضريبي وكذا، فهو نصب باش يعطيو البيانات الشخصيه ديالهم. فتنصح الاخوان يديروا احتياط وما يعطوش اي بيانات لهم سواء كان عبر الانترنت ولا بالتليفون ولا دي، فضروري يستشيروا قبل ما يوقعوش في الفخ ويكونوا ضحيه سرقه هويه. كاين هناك من بين الاسئله اللي الان ربما كنشوفها على التعليق، هناك اشخاص كيجلبوا مستندات من الطبيب مزوره بخصوص الاطفال لكي يثبتوا بالغش بان الاطفال كيعيشوا معاهم. هذا ربما نفس السؤال اللي كانت تطرح من قبل، يعني كاين الناس انهم كيحاولوا يجيبوا اوراق مزوره باش يثبتوا بان الابناء راهم عايشين معاهم، ربما يكونوا كيعيشوا في دوله الدول ديالهم الاصليه وكيحاولوا كيحاولوا يجيبوا شي اوراق من الطبيب باش يثبتوا بانهم كيعيشوا هنايا، باش ربما مش يكون هناك عائد اكثر من ناحيه القانونيه هنايا. فهذا هو دور المحاسب القانوني. نعم، كيف المحاسب القانوني تيشوف داك الوثيقه وتيحس تيشم انا كيفيه التزوير، فيمكن له وعنده الحق باش يرفض تقديم داك الاقرار. يعني غادي يقول غادي يشوف بان هناك تزوير ولا ماشي فقط بالوثيقه، من طريق الحوار، من طريق طرح الاسئله لمعيد الضريب، غادي يقول واش الاولاد معك عايشين معك، غادي يقولوا لا راه ما كاينينش، فما يقدرش واخا يجيب لي الوثيقه ان تتعرف بانه تناقض. نعم، فلازم الواحد اما لكن التزوير والمحاسب غير على علم بالهادي، فاللي تتحمل المسؤوليه هو معيد الضريب هو عمل تزوير، والتزوير له تيعاقب عليه القانون. نعم، كاين سؤال لحد انا كنحاول نعطيك اسئله وربما بعد ذلك ان شاء الله ننسى اذا كانت هناك اي جديد. فقط نبين الاسئله اللي انني ربما جمعتها، كاين اخوه اللي هما مازالين عاد جداد او ملتحقين جداد او قادمون جدد مازال ما تميزوش ما بين الفرق ما بين الفرق ما بين 1099 وما بين W2W4. شنو الفرق ما بين الثلاثه ديال هاد النماذج هذا؟ 1099 اولا كاين نماذج كثيره ديال 1099. نعم انت ادرى يعني كاين 1099 جي ديال البطاله، بالمناسبه الواحد اللي توصل باموال البطاله
خلال 2020، فضروري يستخرج من الموقع ديال البطاله على الانترنت ديبارتمنت اوف ليبر داك النموذج سميتو 1099 جي، باش فيه كل الاموال اللي حصل عليها في البطاله وكل الضرائب اللي دفع عليها سواء الفيدرال ولا ستيت، فهذاك النموذج داك الاموال خاضعه للضريبه، فضروري يستخرجها ويقدم الاقرار الضريبي في 2000 ضريبه 2020. هذا نموذج تينانينا جي. كاين نموذج تينانينا ميسيلينس انكم. ميسيلينس انكم هو انكم يتقاضى اولا داك المقاول الحر، يعني اندبندنت كونتراكتور، تي عنده واحد العقده مع واحد الشركه، وداك الشركه تعطيه شيكات في كل اسبوع ولا في كل اسبوعين، فهو مقاول حر، يعني هو المسؤول على داك الانكم، وتتوصل داك النموذج اسميتو تينانينال ميسينيس انكم. فداك داك الميسينيس كانت عباره عن شيكات ولا دايركت ديبوزيت ولا مثلا كاش، ف توصل في اخر السنه بهذاك النموذج، وضروري من تبليغي لان هذاك النموذج فهو مبعوث لمصلحه الضرائب، فتنتظر منك مصلحه الضرائب باش تقدم عليك النموذج تينانينا ميسنيس انكم، وهو تكون فوق ال $600، يعني $600. اذا كان الشخص يشتغل بالكريديت مثلا اوبر درايفر، مثلا ليموزين سيرفيس، كار سيرفيس، ديليفري مثلا، فتحصل على الاموال عن طريق الديبت كارد ولا كريدت كارد. فلكن المبلغ اكثر من $20,000 فتتوصل بواحد النموذج سميتو 1099K، وهو اول ذا كريدت بايمنت، ونفس الطريقه فمسؤول على ذاك الدخل، لان لازم يخصم منه مصاريف باش ما يدفع. كاين النموذج عاوتاني 1099C، يعني اعفاء كانسليشن اوف الديت، يعني واحد عمل عقده مع مثلا كريديت ديبارتمنت ولا البنك وعفات عليه هذاك الكريديت، ففي الاخر السنه تبعث له ذاك النموذج سميتو 1099C، يعني ولكن مسؤول على ذاك الديون، مسؤول على ذاك الديفرنس، يعني باش يدبلغ لينا تاكسبل انكم خاضع للضريبه. نعم. كاين 1099 كاين 1099 ميسينس انكم، 1099 كي. كاين واحد النقطه استاذي كريم راك طرحتيها في لايفات ربما سابقه، يعني من خلال انني كنشوف يعني كنحاول نبحث على اسئله للموضوع، لقيت بان هناك مثلا بما ان هذه السنه ديال كوفيد كاين اللي تسلموا بعد، يعني هناك بعض الاسئله كاين اخوان كيقول لك هل مثلا داك الشيكات اللي كانت جاتهم واش هي خاضعه للضريبه او لا. والنقطه الثانيه في نفس الوقت اللي كيعطيك باش انك الكلام باش تاخذ الكلمه، بالنسبه لذاك الرسائل التحفيزيه اللي وصلاتهم، كاين اخوان اللي وصلاتهم رسائل تحفيزيه واش هي انهم يقدموها مي بغاو يديروا يدفعوا الضريبه. نعم، نقط مهمة وأسئلة جد مفيدة، يعني مهمة، يعني هذيك الأموال التحفيزية أولا غير خاضعة للضريبة، لا يعني هذاك فقط أموال الدولة، يعني لتحفيز أشخاص لمواصلة العيش ويعني تسديد بعض النفقات، يعني وهي لا يعني ماشي كثير، ولكن مهم غير أموال تحفيزية باش تشجع الناس حسب هذا الجائحة اللي انتشرت. يعني فهذه الأموال كما قلت خاضعة للضريبة، يعني عفوا غير خاضعة للضريبة، يعني معفية من الضريبة، ولكن تبلغ في ضريبة 2020، يعني you have to report. نعم، تدفعش عليها، غير خاضعة للضريبة. نعم، فهذه رسالة ديال 1444 تتسمى ستيمولوس لير، ستيمولوس لير، فهي إخبار أنك توصلت بذاك المبلغ، ذاك الأموال التحفيزية حسب الوضعية ديالك، كنتي سينجل، ولكن ذاك الأموال التحفيزية مش أي واحد عنده ياخذ، لازم يكون أولا عنده واحد الدخل، مثلا الفرد لكن سينجل لازم يكون دخله أقل من $75,000 الماكسيموم، ولكن متزوج مثلا عنده $150,000، فهناك شروط
ماشي انا الواحد عندك انت تدير 150 الدوره ولا 160 الدوره سينجل وما عطاوكش اموال تحفيزيه فانت غير مؤهل. فهناك شروط، هناك قوانين، فهذاك الاموال التحفيزيه كما قلت لازم يوصل، لما توصلش بداك الرساله وما توصلش بالاموال التحفيزيه للشروط لظروف مثلا حساب مغلق او لا عنوان متغير، فحيصرح بداك الاموال اللي ما خداهاش، فلما تقدم على الضريبه ديال 2020 تسترجع لها. يعني هذه نقطه جيده استاذي كريم، لان العديد من الاخوان ربما كاين اللي توصل بالسيمس تشاك، ولكن كاين اخوان اخرين اللي ربما انهم ما توصلوش لا بالشيك التحفيزي الاول ولا بالشيك التحفيزي الثاني. اذا ميمشي مباشره على مي يملا الضرائب ديالو، يحاول يحاول يحكي مع المحاسب بانه مثلا ما تسلمش بها باش ربما انه يقد ترجع له. بالضبط، ما غاديش يطيح. مزيان، جيد جدا. والعائد غادي يكون اكثر، مثلا عنده واحد العائد مثلا في 2020 على حسب الوضعيه ديالو والضرائب المدفوعه، مثلا الوضعيه ديالو العائليه لو عنده اطفال وعنده زوجه وعنده دخل ويدفع عليه ضرائب، فالعائد غادي يكون اكثر، يعني حيضاف العائد اللي عندهم باموال تحفيزيه. وكذلك لو كان عادي غادي يدفع ضرائب فتخصم ديك الاموال التحفيزيه من الضريبه اللي غادي يدفع. شكرا، لان هذا ربما اجابه لسؤال سي سعيد، راه نفس الاجابه، نفس السؤال اللي طرحتيه هو نفس الجواب اللي قالوا السي كريم، هو انهم يمشي يصرح عند المحاسب، يصرح بانه ما تسلمش بداك الشيكات التحفيزيه، فغادي يكون عائد اكثر. فكاين سؤال، باش لان العديد من الاسئله بدينا كنتوصلوا بها، كاين سي سعيد صادق احييه، كي واحد السؤال كيقول لك بعض الاشخاص كيتكلفوا بمصاريف الزوجه والاولاد خارج امريكا، هل يحق له ادخالهم في التقديم؟ وكما ان هناك حالات اللي كيدعموا والديهم كذلك ربما انهم كيعيشوا مثلا خارج امريكا، ما هي الحالات السوشيال سيكيورتي يعيشون خارج امريكا ولهم البطاقه الخضراء او التي يمكنهم ادخالها؟ يعني كيساعد والديه او كيساعد الزوجه والاولاد هما خارج امريكا، واش بامكانه يصرح بداك داك المصاريف اللي كيصرف عليهم بامكانه يصرح بها بامكانه يصرح عليها عند المحاسب؟ اولا لازم حنا تمشيو بواحد القانون، هناك قانون ضريبي في امريكا تمشيو عليه، هناك قوانين لازم نخضعوا لهذه القوانين. اولا الواحد اللي يقدم الضريبه لازم يكون عنده رقم ضريبي او رقم ضريبي يعني تاكس اي دي او لا رقم ضمان اجتماعي، لازم يكون مقيم سواء في امريكا او لا في بلد اخر، لازم يصرح بمبالغ الانكم اللي عمل. يعني فاذا كان الواحد متزوج وعنده اطفال، الزوجه ما عندهاش سوشيال سيكيورتي واطفال عندهم ما عندهم سوشيال سيكيورتي، ففي هذه الحاله تقدم الضريبه من اجل الضرائب، من اجل الهدف من الضريبه هو يقدمها از سينجل يعني فرد يعني اعزل من الناحيه الضريبيه. فلكن ترسل اموال ونفقات وهذه فلا تحتسب له ولا شيء، لان هذا قانون ضريبي لازم يكون اطفال معه في 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 الولايات المتحده على الاقل 6 أشهر، ويكون عندهم سوشيال سيكيورتي رقم ضريبي صحيح، يعني سوشيال سيكيورتي رقم ضريبي ضمان اجتماعي، وتكون الزوجة معاه كذلك في الولايات المتحدة. وبالمناسبة الزوجة لو عندها رقم ضريبي سوشيال سيكيورتي نمبر وغير موجودة معه في الولايات المتحدة، فيحق له أن يقدم ضريبة مشترك ولو ان الزوجه غير مقيمه معه في نفس في الولايات المتحده. هذا هو الاستثناء الوحيد اللي ممكن ان دافع الضريبه يدخل زوجته معه في التقرير الضريبي ولو انها غير متواجده شخصيا في الولايات المتحده، طالما انها كتوفر على السوشيال سيكيورتي. اما ان عندها سوشيال سيكيورتي فممكن يقدم ضريبه ما كاين مشكل. أما بالنسبة للأطفال فضروري من وجودهم حضورهم شخصيا في الولايات المتحدة وإثبات النفقة ديالهم من الدواء، من طبيب أو مدرسة، مصاريف المدرسة على الأقل 6 أشهر
في السنة يعني، ولكن يسمح لهم أقل من 6 ما كاين مشكل، فيأخذ الكريد تبع الأطفال. نقطة أخرى وهي أن نسيت يعني دولتين وما يمكن يحق لك أن تصرح بالزوجة والأطفال ولو أنهم غير موجودين معك في الولايات المتحدة، يا دولة كندا والمكسيك. فما الدولتين اللي يعني الاستثنائية؟ عاد تقول لماذا؟ هذا قانون، قانون الولايات المتحدة عطوا للناس اللي عندهم أطفال في أطفال كندا والمكسيك يسمح لهم أن يأخذوا هذا الكريديت للأطفال، ولكن شرط لازم يكون عندهم رقم صندوق ضمان اجتماعي صحيح يعني. نعم. كاين واحد، كاين ناخذ واحد السؤال آخر. الأخ عزيز كيقول لك كاين أشخاص أنهم كيشتغلوا مع أوبر وهناك دخل يعني ضعيف، واش بإمكانهم يستخرجوا 1099 وفي نفس؟ نعم تسمح لي تيكونوا مكالمات، تسمح لي. ما كاين حتى شي مشكل. اخ عزيز عنده سؤال. عزيز هناك سؤال الصوت كان الصوت كتسمعني؟ الصوت بلاتي ما كاينش الصوت. كنسمعوك جيدا حنا يا سي كريم. عفوا ما تنسمعش الصوت، ما تنسمعش. اوكي حاول تاكد الصوت ديالك جيد. في انتظار فقط الاخ كريم انه يضبط يشوف الصوت. انا ما تنسمع والو. اوكي حاول فقط انك تتاكد. نتمنى ان شاء الله انك بامكانك تخرج وترجع. فقط نحاولوا نتصلوا بالسي كريم باش نضبطوا ان شاء الله المساله. يحاول يخرج. عفوا ما تسمعش. فقط بعث له غير سؤال باش يحاول يخرج ويرجع باش ان شاء الله يرجع معنا. نحاول ان شاء الله. هناك بعض الاسئله اللي كنتلقاوها ان شاء الله في التعليق باش نطرحها مباشره الاخوان. كاين هناك يكون رقم تليفون. كتسمعني استاذ كريم الان؟ تسمع تجيو المكالمات. هادشي علاش يا دائما فهاد ملي كنكون كندير لايف كنحاول نحيد انا المكالمات باش نبقى مركز فقط على الاسئله. سؤال من الاخ عزيز كيقول لك كاين اشخاص اللي كيشتغلوا مع اوبر والدخل ديالهم ضعيف، واش بامكانهم يشتغلوا مع اوبر وفي نفس الوقت ياخذوا المساعدات ديال البطاله؟ حسب الولايه، لان مثلا في ولايه نيويورك باش ياخذ واحد البطاله لازم يكون دخله تقريبا في 3 اشهر في السنه، في كل 3 اشهر 2600 دولار يعني أقل. يعني الاقل 2600 دولار في كل 3 اشهر يعني ضرب 4 يعني 10400 دولار في السنه الدخل ديالو. لو ما كانش عنده دخل ضعيف فممكن يرفض لانه غير مؤهل للحصول على البطاله، ولكن هناك اشياء اخرى انه يمكن يحصل على البانديميك الوباء لو انه كان يشتغل يبحث عن شغل وما لقاش الشغل، او لما كانت وحده مثلا تربي الابناء ديالها وما عندهاش فرصه باش تروح للعمل فممكن تاخذ هذاك الشيك تبع الوباء. جيد. فقط بعض الاسئله، ربما اسئله اللي طرح اللي جاوب عليها الاستاذ كريم. بالنسبه للستيمولس تشيك كما سمعنا هو غير خاضع للضريبه ياك استاذي؟ نعم بالضبط غير خاضع للضريبه. ففقط باش ما يكونوش الاسئله انها متكرره غادي نحاولوا نشوفوا ان شاء الله الاخوه اللي عنده اي سؤال اخر. هذا بالنسبه للاخ سي ابراهيم. نعم استاذي تفضل سي كريم. ولكن اموال البطاله خاضعه للضريبه. اموال البطاله نعم، ولكن الستيمولس تشيك غير خاضع للضريبه. خاضع للضريبه، لو ضاع منه الواحد ما خداش غادي ياخذوا في الضريبه ديال 2020 عن طريق الريفند زياده نقصان من الضرائب اللي غادي يدفع. نعم هذه فقط بالنسبه للاخوه، لان كاين السي عبد الحق حتى هو طرح نفس السؤال. الشيكات غير خاضعه للضريبه هذه بالاخوان، فقط الاموال اللي تخدات للضريبه راه هي اللي خاضعه، الاموال اللي خداها البطاله هي اللي خاضعه للضريبه. ففقط لو نمروا الأسئلة أخرى في نفس الوقت الإخوان اللي عنده رقم تليفون اللي ظاهر على الشاشة اللي هو 862-200-9289 بإمكانكم تتصلوا مباشرة وتطرحوا السؤال اللي عنده أي سؤال إخوان بغي يتصل فمرحبا بكم. خذوا رقم الهاتف اللي هو ظاهر في الشاشة وتحاولوا تتصل. سي سعيد نفس طرح نفس السؤال اللي هو بالنسبة للزوج والزوجة، فقال لك بالنسبة للوالدين، الوالدين وعندهم الجرين كارد
ولكن ما عايشينش في امريكا وكيساعدوهم، واش بامكاني يدخلهم حتى هما كذلك في الضريبه او لا؟ هذا فقط. انا كما قلت في الجواب الاول، قلت الشخص الوحيد اللي ممكن تدخلوا معه في الضريبه ولو غير متواجد شخصيا في الولايات المتحده الزوجه او الزوجه او الزوج، يعني الزوجه فقط، يكون حاصل على السوشيال سيكيورتي، رقم ضريبي صحيح يعني valid social security number. فأما غير هذا فلا يحق، لازم يكونوا موجودين في الديار الأمريكية ويكون عندهم رقم ضمان اجتماعي صحيح، ويكونوا تحت رعاية ذاك الشخص، ويكون عنده إثباتات أنه معه في البيت. نعم. أما لا كانوش عنده، لا كان عندهم. كاين بعض الإخوان تصرحوا بالآباء ديالهم والأمهات وعندهم رقم يعني social security number وتصرحوا بهم في الولاية في التقرير الضريبي، فهذا خطأ illegal. نعم. ضروري يكون وجودهم شخصيين ويثبتوا هذوك الآباء أو الأمهات موجودين معه في نفس الشقة في نفس البيت. نعم. كان سؤال تطرح عليك أستاذي في اللايف اللي قبل، ربما ما شفتيش هذا السؤال، كان واحد الأخ طرح سؤال بالنسبة للعملة دي البيتكوين اللي كيتعامل بها اللي هي خاضعة للضريبة. أولا أي عملات تتعامل سواء بيتكوينز ولا البورصة ولا هذا، فهناك نموذج 1098 وكذلك واحد نموذج 89 87 89، فتحط جميع يعني العملية التجارية، العملية ديال يعني شراء وبيع وشراء وبيع، فضروري تبلغ بديك العمليات. فإذا كان بيع فلا عندك ربح أو خسارة فلازم تصرح فيها في الضريبة ضروري وخاضعة للضريبة، البروفيت ولا كابيتال جين ولا كابيتال لوس، يعني تصرح بها في الإقرار الضريبي. وكاين ممكن يحصل على نموذج 1099 بي. نعم. الأخ زاك زياني طرح واحد السؤال، قال لك واش كاين شي شيك واحد آخر من بايدن على حسب لنا، على حسب الانترفيو مو يعني لحد الآن غير معروفة، واش هناك مساعدات ثانية ممكن إذا كانوا وافق خلال التصريح اللي قالوا قال بأن بايدن خلال الحوار اللي لقاه مباشرة بأن قال بأن $600 أو $600 it's not enough، غير كافية، غادي تكون مساعدات أخرى، ولكن لحد الآن ليس لدينا أي علم، لأن موضوع الحلقة الآن هو حول مستجدات القانون الضريبي، فكان تعاملوا في سنة يعني شنو هي المسائل اللي هي جديدة. أما الأشياء السيميلس بشكل القادمين فمازال ما عندناش أي معلومات لحد الآن، مازال كنتظروا الأسئلة ديال الإخوان. أنا أخذ واحد السؤال آخر وهو واحد ممكن تفضل أستاذ. إن في تضارب في نقاش حول $1,400 لنا، كانوا طالبوا $2,000 وعطوا 600 بقت 1400، ممكن لما ممكن يستلم الرئاسة بايدن ممكن يسترجع $1,400، ولكن هذا بين قوسين وبقي ما عرفنا شنو غادي يوقع يعني. فقط للتوضيح سي سعيد، مازال انه كان هناك واحد حاجه قال لك الا كانوا تواجدوا في السنه لبضع اشهر وبعد ذلك رجعوا للمغرب، يعني عاشوا في امريكا في 2020 يعني استقروا بعض الأشهر وبعد ذلك رجعوا للمغرب، واش بإمكان أنه يدخلوا في الضريبة؟ وفي الحقيقة قانون الضريبة الواحد من تقدم على الضريبة تقدم على واحد دخل عملوه هذا أولا، لأن كان قانون ديال المينيموم إنكم خصو يعمل الواحد، مثلا لو كان سينجل خصو يعمل مثلا $12,400 للسينجل، كان متزوج خصو يعمل مثلا على الأقل واحد $24,800. فهذا في، ولكن لو عمل واحد دخل وغير يعني مش ضروري على الضريبة. ناخذ مكالمة سي كريم، ناخذ مكالمة نعم. ألو السلام عليكم. ربما الخط انقطع. بالنسبة للأخ اللي اتصل نتمنى إن شاء الله كذلك يرجع يتصل بنا لأن الخط انقطع، في انتظار كذلك المكالمة ديالكم، الخط هو مفتوح كما كتشوفوا الإخوان. نتمنى من الأخ اللي حاولت نأخذ مكالمة ولكن قطع، ما زال نستمر إن شاء الله لأن هناك أسئلة أخرى. السؤال من الأخت خديجة كتقول بالنسبة للأولاد البالغ اللي كيعيشوا معك في نفس البيت وكتصرف عليهم، هم بالغون يعني، واش بإمكاني تصريح بهم رغم أنهم
يصرحون بانفسهم، يعني هما كيصرحوا بنفسهم، واش بامكاني نصرح حتى انا ندخلهم معايا في الضريبه؟ ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بك. بارك الله فيك اخويا، عندي غير واحد السؤال. انا تناخذ ان امبلويمنت. مرحبا. اوكي. وملي نبغي نصاوب الطاكس ديالي، واش خصني نتسنى شي فورم تصيفطوا لي الايريس ولا شنو خصني ندير؟ خليك معايا. سمعتي استاذ كريم السؤال ديال الاخ؟ انا تكلمت على هذه النقطه بالضبط في واحد اللايف، وان الواحد وبكل من درت ديك الجاليك واحد اللايف درته انا ديال تقريبا واحد اسبوعين، ان الانسان توصل بشيكات او لا ايداع للبنك فغادي توصل باخر سنه 1099 جي. هذيك 1099 جي هو المبالغ اللي حصل عليها في خلال ديك 2020، وضروري باش يبلغ بها. ولكن كيف حصل عليها؟ فيدخل للموقع ديال البطاله انبلويمنتس يا واحد النموذج 1099 جي، ممكن يشوف واش مؤهل. مثلا في نيويورك اعتقد القراء غادي يكون جاهز. بالنسبه لنيوجيرسي فقط للتوضيح، الاخ ديالي كتسمعني اخي؟ انا كنسمعك اخويا. اوكي. بالنسبه انت مقيم في اي ولايه؟ انا في فيرجينيا. اوكي، فيرجينيا. بالنسبه هنا اختلاف ولايات، ولكن تقريبا القانون واضح. بالنسبه للاخوه اللي عندهم يعني البريد الالكتروني، كتوصلهم الداب 1099 جي عن طريق البريد الالكتروني، او بالنسبه للاخوه اللي ما عندهمش البريد الالكتروني كيدخلوا مباشره الموقع ديال انبلويمنت. هناك غادي تلقى واحد 1099 جي، غتضغط عليها وغتلقى تلقى ديك المبالغ كامله، غادي تحاول تخرجها وتخليها معاك، مي تكون غادي تدفع الضريبه ضروري انك تاخذها معاك. بالضبط، نعم، هذا هو. ما تيصيفطوهاش في الميل ولا شي حاجه؟ نو، هي كيصيفط. الا كنتي عن طريق دير البريد الالكتروني راه كيصيفطوها لك عن طريق البريد الالكتروني. الا ما كانش عندك ايميل، حاول تدخل مباشره للموقع ديال انيمبلويمنت، غادي تلقى 1099 جي، غتبرك عليها وغتلقى داك تلقى واحد بحال بي دي اف فيها المبلغ ديال انيمبلويمنت ديال ديك السنه، وطبعوا دير له كابي. او لا ممكن تتصل. شكرا اخويا، بارك الله فيك. تحياتي. او كما قال الاستاذ، بامكانك تتصل بهم ويعطيوك معلومات. سي سيفا. واخا، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. اوكي استاذ. نرجعوا نفس السؤال اللي طرحته الاخت كنظن خديجه، قالت لك بالنسبه للاشخاص اللي هما بالغين وكيصرحوا حتى هما وكتصرف عليهم، واش بامكانها تدخلهم في التاكس او لا؟ حسب السن. عموما لكان واحد فوق 26 سنة وعنده دخل ضعيف، ما يقدرش يعيش به، ما يقدرش يكري به، ما يقدرش يتم. فمن حق اللي المعول اللي مثلا اللي في البيت سواء كان أخ ولا أب ولا اللي يضموه في التقرير الضريبي، هذا قانون ما كاين مشكل، حسب الدخل ديالك الفرد. لكن قادر على نفسه باش يصرف ويؤدي الواجبات ديال الكراء ويعيش حياه، يعني يعيش، يعني يكون قادر مسؤول عن نفسه، فغادي يكون يخرج من الاقراض الضريبي ديال الاباء او اللي عايش معه في البيت. اما لكانوا اقل من 26 سنه حسب الدخل ديالهم، ولو انه كان دخل تيد عنده الدخل كاين احيانا، فتيكون داك الدخل ديال داك الشخص ولا داك الانسان انه تيفوت الدخل ديال الاباء ديالهم، ولكن مازال عايش تحت الحضانه ديال الوالدين، فمن الحق ديالهم يكليميو، لانه هما تيصرفوا عليه، هما اللي تيعتنيو به من ناحيه الدوام، من ناحيه الطبيب او المدرسه، تنفقوا عليك المصارف ديال المدرسه، فممكن يعملوه في تقرير الاقراض الضريبي. هذا هو جيد. هناك سؤال اخر كيقول، هل يمكنني التقدم بطلب الحصول على قرض بي 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 اذا كنت اتلقى مساعده البطاله؟ اول حاجه شنو هو قرض البي بي بي؟ وفي نفس الوقت واش بامكاني ناخذه وانا كناخذ المساعده ديال البطاله؟ باش الناس يعرفوا شنو هو البي بي بي. بي 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 هو برنامج لأصحاب الشركات أولا اللي عندهم موظفين وعندهم عقار، يعني عندهم كراء، عندهم أجر ديال الموظفين،
دائما هناك شروط، ولكن الطلب تيكون ناخذ المكالمه ونرجعوا كذلك استاذي نرجعوا لنفس النقطه. الو السلام عليكم. الو الا كنت كتسمع اللايف بليز حاول تخلي شويه السبيكر باش نسمعوك لان الصوت كيتعاود. السلام عليكم. الو السلام عليكم خويا. تحياتي اخي تفضل استاذ. حفظك الله. السؤال ديالي انا في فيرجينيا، السؤال ديالي هو ديك 1400 اللي ديال الشيك واش كنردوا؟ سمعت باللي انه كنردوها كامله ولا كنخلصوا غير عليها؟ غير نو هي غير خاضعه للضريبه استاذ، غير خاضعه للضريبه ولكن تتصرح بها. ولكن ديال 1000 واش غنردوها في الطاكس ريتورن ولا لا؟ ها انت معي في الاستماع السي كريم، تفضل السي كريم. لا هي من غادي تقدم الضريبه تتقول للمحاسب ديالك انا راه توصلت بهذه القدره ديال 1200 ولا 1600 ولا شفت داك المبلغ اللي توصلتي به، تحطو في في في, في الاقرار الضريبي ولا عنده حتى شي تاثير عليك، غير المهم تتصرح به وغير ما عندوش تاثير. سمعتني اوسالي؟ الو كنظن الخط مازال مفتوح، نتمنى ان شاء الله الاخ انه يكون في الاستماع. الو الو السلام عليكم. كما قال لك الاخ هو بامكانك تمشي عند المحاسب وكتصرح به، ولكن هو ما عنده حتى شي تاثير، يعني ما غاديش تخلص عليه حتى شي حاجه، فقط كاقرار ولكن ما كاينش عليه، ما غاديش تخلص عليه حتى شي حاجه. بالضبط نعم. اي سؤال اخر ان شاء الله؟ فهمتك. شكرا جزيلا، تحياتي لك. شكرا حفظكم حفظكم الله. شكرا جزيلا، بارك الله فيك خويا. شكرا خويا. السلام عليكم. نرجعوا للبي بي بي. بي 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 كما قلت لك هو برنامج ديال الناس اللي عندهم شركات وعندهم موظفين، ف وكذلك اللي واحد ما عندوش موظفين مثلا حر وهادي، و تيطلب داك الطلب ولكن عن طريق البنك او عن طريق اللندر اللي سلف الشركه سلف هادو، فتيقدموا لي داك الطلب وتيبنيو على الانكم ديالو وتيبنيو على الشركه امتى تاسات، تاريخ الشركه، مداخل الشركه، وتيعتمد كذلك على الكريدت ريبورت، فيكون هذا الانسان يعني مؤهل باش يحصل على داك القرض ديال بي بي لون. وعموما فلو عنده مثلا واحد عنده 10 ديال الموظفين فكل موظف 1000 دولار يعني 10000 دولار. نعم نعم. هناك سؤال اخر من الاخت ام فارس كتقول كاينه اخت انها كتشتغل بتنظيف البيوت والراتب ديالها كتاخذه بالكاش، كيفاش تصرح بالضريبه مع انها ما عندهاش دبليو 2؟ وربما هناك العديد من الاخوان كيشتغلوا كاش ما عندهمش دبليو 2، كيفاش يصرحوا بالضريبه؟ اولا لازم نصلحوا الغلط بعدا. اولا الواحد عنده الكاش فلازم يعمل واحد شركه كما تكلمت عليها في واحد اللايف قبل، على الواحد كيفاش ياسس شركه فرضيه الا كان تو عنده دخل بالكاش او لا بالشيكات او لا الايداع على على الحساب، فضروري الواحد يكون اولا تي عنده واحد شركه اي يكون قانوني اولا. الواحد هنا حنا نشتغلوا عشوائيا، ما كاين لا قانون، الواحد غير تيخدم بالكاش وتيبلغ بالكاش، فهذا غلط. لازم الواحد اولا يكون قانوني لو عنده شركه يعني فرضيه تتسمى دي سول بريشر، ياسس داك الشركه. كاين نماذج، كاين نماذج مثلا هنا في نيويورك كاين واحد النموذج هنا بيزنس سيرتيفيكيت. هاي اوكي بيزنس سيرتيفيكيت جيد، هي واحد شهاده يعني كوميرس سيرتيفيكيت، كوميرس دو سيرتيفيكات دو كوميرس يعني نقولها بغيت نقول. فهذه تسجلها من الكاونتي كلورك وتعطيها واحد تاكس اي دي، وديك الساعه تسجلها، وديك الساعه كانت المداخل بالكاش، فتوضع داك المداخل في كاش يدخلها في البنك بيزنس اكاونت. جيد، يعني تقريبا اي شخص كياخذ الكاش يحاول يمشي عند المحاسب ويدير شركه بحال ال ال سي ويدير لها لا ماشي نعم ماشي ال ال سي، هذه فرضيه يعني سول بروبريشن، يعني يدير شركه بامكانه اللي تسجيل، فيتسجيل مثلا في نيويورك تسجيل ديالها 120 دولار، ممكن في ولايه اخرى في ولايه اخرى. الاسم ديالها ممكن تعيد الاسم ديالها استاذي؟ شنو الاسم سميتها؟
خصك تكون ان خصك تعرف ان هناك ثلاث انواع ديال الشركات في الولايات المتحده. ثلاث انواع، كاين شركه فرديه، كاينه كوربوريشن يا طبعا نقولوا، كاينه بارتنرشيب ديال الشركاء. اوكي نتكلموا على الشركه السهله العاديه، يعني سهله في التاسيس، لا تتخضع ما تتخضعش حتى شي رسوم، فقط رسوم ديال تسجيلها في المقاطعه اللي كاين في الكاونتي كلورك. وعلى سبيل بالنسبه للكاش، فلازم الواحد يوثق داك الكاش يوضعه في الحساب، فداك الحساب يا لازم يكون خاص مستقل عن 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 الحساب الشخصي، يكون ديال البيزنس، ويكون داك الكاش تيوضع داك الديبوزيت وتتبان في ستيتمنت كاش ديبوزيت. نعم ان هذا هو الدخل ديال ديك السيده اللي تدير وريبا دي كير هاوس كيبين، ولا شوف نوع الشغل ديالها. نعم فقط للتوضيح لنا الاخوان، بزاف مازال نفس الاسئله ديال 600 دولار و1200 تاين، كما قال الاخ كريم انا هاد الشيكات مباشره بامكانك انك الاقرار بهم المحاسب، ولكن ما غاديش تاثر بصفه نهائيه، فقط ربما المبالغ اللي غادي تكون أنا تحاسب عليها هي ديال الانيمبلويمنت. اما الشركات هناك فقط انها اقرار، ولكن ما عندها حتى شي تاثيريه كاستاذ. نعم بالضبط، ولكن لازم تصرح بها يعني. نعم لازم تصرح بها. غير واحد النقطه، كاين احيانا بعض الاشخاص ما توصلوش مثلا ب ب تحفيزات ديال الاطفال مثلا. انا رجع لك استاذي فقط غير الاخوان، لان ما نقدش كنشوف التعليق كاملين. الاخوان الله يجازيكم بخير اللي بغى يطرح سؤال، لان صعب التركيز مع الاسئله، رقم الهاتف راه على الشاشه، ممكن تتصلوا مباشره باش الاستماع مباشر. وفي نفس الوقت لان كاين بعض التعليق اللي ربما ما كنشوفهمش، فانا كنعتذر صراحه الا ما شفنا جميع التعليق. اسف استاذي، ممكن تكمل ان شاء الله لك الكلمه سي كريم. قلت لك نسيت النقطه فين. معليش نحاولوا ان شاء الله، لان الاخوان كاين بزاف ديال الاسئله، كاين اللي كيقول لك راني طرحت سؤال غير باش انا، لان صعيب انك تركز في الموضوع وتركز على الاسئله وتركز على التعاليق. فرقم الهاتف الاخوان اللي بغى يتصل فغيكون احسن ان شاء الله، يعني طرح سؤال مباشره باش كيكون هناك تركيز. نتمنى الاخوان تعذرونا صراحه الا ما شفناش شي تعليق. أم فارس يمكن عندها نفس السؤال. أوكي شكرا جزيلا سي كريم على الإجابة اللي قلتي. نشوف شي سؤال آخر، إذا كان هناك أي سؤال إخوان ربما أنكم تصلوا مباشرة إن شاء الله فيكون أحسن. كاين شي مكالمة ربما غادي ناخذوها. سي يونس كنتظر المكالمة ديالك راه، لأن صعب التركيز. بالنسبة نرجعوا نفس النقطة، الشيك التحفيزي واش اللي يدخل. هناك سؤال آخر، الشيك التحفيزي واش اللي دخل ديالو أكثر من 70,000 في العام؟ بالنسبة للأشخاص اللي دخلوا أكثر من 70,000 دولار في العام ووصلتهم داك الشيكات التحفيزية، فنفس الطريقة كنظن. أولا لكن فوق 70,000 دولار هو كان سينجل. نعم سنوري كان كلمتي كان سمعوك أستاذ. كان سينجل فهو غير مؤهل باش ياخذ داك التحفيز اولا، هذا بالغلط، لان اخطاء وقعت كثير في هاد الاموال التحفيزيه. اها خدا جوج مرات، كاين اللي ميت وخدا التحفيز، كاين اللي سافر وخدم ومشى لبلد اخرى وخدا، كاين اخطاء، ولهذا الضرائب تداركت المشكل وعاود تحاول باش ترجع داك الاموال كلها اللي دفعتها بالغلط. نعم فعلى واحد النقطة عاد رجعت ديك النقطة اللي نسيت، وهي من الأطفال مثلا واحد ما خداش التحفيز ديال ديك أموال الأطفال، لأن توصل مثلا غير بالشيء التحفيزي ديال هو والزوجة ديالو ما توصلش ديال الأطفال، فهذا فيها في التقديم عند تقديم الإقرار الضريبي، فتيقول المحاسب أنا ما توصلش مثلا بالأطفال ديالي مثلا طفلين ولا ثلاثة، فيضيف ديك الفرق يضاف إلى العائد في 2020. كيصرح بهم يعني؟ يصرح بهم اه. جيد. لأن ذاك الرسالة أحيانا تتكون ماشي مضبوطة صحيحة يعني. ربما عندك هذه ولكن عندك أطفال وأعطاك مثلا أنت عندك ثلاثة ولا أربعة أطفال وأعطاك فقط 2400 دولار. جيد. كاين واحد هناك تدوينة أستاذي كريم أنت طرحتيها وربما هضرنا عليها شوية ولكن غنحاول نرجع لها. بالنسبة للرسالة التحفيز اللي هي 1044 ولا 1444، كاين أشخاص اللي ربما أنا ما عندهمش أو مشات لهم، كيفاش الطريقة باش يجيبوها؟
هي مش ضروريه، هي فقط للريكورد، مش ضروري تكون ريكورد. اوكي ضاعت منك، ولكن انت تعرف شحال كم انت وصلت من اموال تحفيزيه، انت غادي تعرف شحال دخل لك في الكونت ولا الشيك اللي خديتيه. ف هذاك الشيء تقول لنا وصلني قد وقد وتكون صريح، ماشي انك وصلك علينا كلشي مسجل عليك، فهمتيني؟ فالايرس عارفين اللي عطاه واللي خداه واللي ما خداوش، فانت تقول لي انا وصلني قد وقد، فبناء على المبالغ اللي حصلتي عليها غادي تبلغ بها، ولكن الفرق غادي يرجع لك الفرق. نعم جيد، نشوف ان شاء الله كذلك الاخوه اذا كان هناك اي سؤال اخر او مكالمه، اذا رقم ان شاء الله نتمنوا اذا كانت هناك اي مكالمه الاخوه اللي بغاو يتصل. سي يونس كنتظروا المكالمه ديالك لان التركيز على التعليق في نفس الوقت في الموضوع، نشوفوا اذا كانت هناك اي تعليق بالنسبه للاخوه، اذا ما كانش غادي نحاولوا نستمروا ان شاء الله في الموضوع ديالنا، نحاولوا نشوفوا اذا كان هناك اي تعليق من الاخوان. حيت مازال ما كملناش الجديد المستجدات في دار، مازال صراحه كانوا اسئله اكثر. تفضل استاذ، احنا في نفس الوقت كنتظروا، ولكن تفضل وسلك الكلمه ان شاء الله. حيت لا نتكلموا عن المستجدات راه كاين كثير باش نتكلم عليهم هنا، ناخذوا غير نقاط، ناخذوا نقاط ولكن ما ناخذوش صراحه تعميق، مازال ان شاء الله نديروا لقاءات اخرى فقط غير الناس باش يفهموا، غير نقاط يعني ناخذوا رؤوس الاقلام ان شاء الله او كخلاصه باش الناس يفهموا اكثر. غادي نحاول نلخص لك المستجدات بالنسبه لي. النسبه ديال الضريبه قلت، هناك سبع شرائح: 10%، 12%، 22%، 24%، 32%، 35%، 37%، حسب الوضعيه ديال الحالي ديال الشخص والضريبه خاضع في هذيك النسبه ديال التاكس براكيت. كاين ستاندرد ديداكشن وهي القياسات الضريبيه، يعني اش غادي نقول لك، يعني ستاندرد ديداكشن وهي طاعت. ناخذ مكالمه اخرى سي كريم، كاين مكالمه. الو السلام عليكم. عليكم السلام اخي رضوان، كيف الحال؟ مرحبا بك، كيف الحال اختي؟ مرحبا، نتمنى ان شاء الله تكوني بخير، ومرحبا بك في اللايف ان شاء الله. مرحبا بك جنان، عندي سؤال واحد، واش ممكن تفضل الاخ زاير مشكور واش يقدر يشرح لنا بالنسبه للسيلف امبلويمنت، بالنسبه للناس اللي كدير بيزنس، المهم داك شيء اندر 20000 او سامثينغ، شنو هي الاستفاده ديالهم من السوشيال سيكيورتي نمبر بالنسبه للناس اللي كيكلايموا اتش يير، يعني كيكلايموا البيزنس ديالهم ولا سيلف امبلويمنت، كيكلايموا الكاش، كيكلايموا كل حاجه في الاخر ديال السنه. وشكرا. خليك معي في الاتصال باش ان شاء الله النقطه تكون واضحه. بالنسبه للاخوان اللي كي تقريبا انهم كيشدوا يعني اقل من 20000 دولار وكيبلغ بها الضريبه يعني سنويا، الاخص انا شنو هي النقاط اللي ربما انها كتستافد يعني تستفيد، ربما انها كمعاشات او اشياء اخرى بحال هكا بغيتي تستافدي، مثلا شنو هي المسائل اللي كتستافد منها ملي كتبلغ بالضريبه هيك او سنه؟ يا واش يعني عندك حق في السوشيال سيكيورتي نمبر ذات واي؟ سمعتي استاذي السؤال؟ نعم نعم نعم. اولا التقديم للضريبه على الفوائد، من هذه الفوائد هو المعاش. هناك كاين هناك موظفين يعني employees عمال تشتغلوا مع شركات وتتوصلوا بداك W2 في آخر السنة، في جميع الخصومات وجميع الضرائب ميديكير سوشيال سيكوريتي، وتاخذ يحصل على النقاط في كل بالنسبة لي. كما الأخت ربما لأن إلى فتح التليفون الصوت كيتعاود، فتحاول تسمع لينا مباشرة من اللايف باش لأن الصوت كيتعاود. أستاذة أنا غادي نقطع ونتصل. شكرا جزيلا، شكرا. الأخت مشكور على بالنسبة للناس اللي عمل حر، يعني سواء كانوا شغالين نفسهم self employed cash ولا كانوا مقاولين مستقلين independent contractor يشتغلون مع شركات مثلا اوبر، مثلا ريستوران، مثلا delivery construction، وتيحصلوا على شيكات ففي اخر السنه ياخذوا داك 1099 او لا بالكاش. خليك معي استاذين باش لا تقضينا حتى المكالمه ونكملوا نفس النقطه تاعي الاخت باش تسال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام خويا. خليك معي ان شاء الله باش فقط الاخ يكمل
النقطة اللي أنا كنت أطرح سؤال وأنت كتستمعي معنا إن شاء الله. كمل أستاذ يوسف. كما قلت هنا كاين نوعين، كاين الموظف أو يعني العامل تيشتغل تياخد كذلك هو نقط للمعاش، وكذلك نفس الشيء بالنسبة للناس اللي عندهم الكاش أو الشيكات، يعني حرين عندهم عمل حر. ف يعني ذاك الإنسان اللي عنده عمل حر فهو هو تساهم في للحصول على تساهم بتقديم الضريبة دياله باش يحصل على ذاك الفوائد ديال المعاش. نعم يعني كاين أنا ربما كذلك من الأشياء اللي فهمتها اللي كان فهمها هو أن مثلا الأخت وخانا أي شخص كما بغى يكون المبلغ فهو كيستافد أول حاجة لأنه مثلا ذاك المبالغ تصرح لي صرح أنه كياخذ 4 نقاط على في السنة، وفي نفس الوقت كذلك أنه يعني هذا المبلغ اللي داره أنه كيفيده كذلك في السوشيال سيكوريتي أو كما قال الأستاذ ديالنا في المعاش مستقبلا. ولكن مازال نكمل الفكرة، وهو أن ذاك مثلا الموظف فالموظف مثلا تساهم بواحد مثلا من الاستفادة اللي غادي يستافد هو الميديكير والسوشيال سيكوريتي. فالميديكير بالنسبة للموظف تساهم بواحد 1.45% من الراتب دياله، والشركة تساهم ليه 1.45 يعني المجموع هي 2.9 هي 2.9 هذا بالنسبة للميديكير. بالنسبة للموظف أو صاحب العمل الحر فهو تساهم بالكل تساهم 2.90% بنفسه كيساهم بها كما كاملة. بالنسبة للسوشيال سيكوريتي فبالنسبة للموظف أو العامل تساهم 6.2% من الراتب دياله، ولكن الشركة تساهم 6.2 هي المجموع هي 12.4. نعم. أما صاحب العمل الحر فتساهم 12.4 الكل تساهم فيهم. يعني هو عنده هو خدام مع الشركة دياله ولا حر عمل حر فهو تساهم بالدوبل يعني مزدوج دبل. نعم. فالنسبة ديال الكريديت كم تقاس أو كم تحتسب هذا الكريديت؟ أولا بالنسبة للكريديت وهو في 2020 ف 1470 دولار للكريديت، يعني اللي عنده 1470 ضرب 4 هي شحال؟ هي تقريبا شي 5880 دولار. هذا هو النت الادجاست جروس انكم باش يحصل على 4 نقاط. جميل. فالانسان اللي عنده الكاش فلازم يخلي على الاقل في النت ديالو 6000 دولار باش يربح 4 نقاط كل سنه. 6000 دولار أقل حاجة 6000 دولار باش ياخذ 4 نقاط. ولو تدفع عليها ضريبة مثلا 400 ولا 500 دولار المهم تربح 4 نقاط. 4 نقاط جيد يا. لكن تدفع أكثر من مثلا تدفع أكثر من مثلا تدفع 12000 دولار يعني الإنكم ديالو 12 أز النت فتدفع ضرائب أعلى ولكن حتكون استفادة أكثر. نعم مستقبلا. في المعاش وكذلك في الإعاقة. ان شاء الله. اوكي ناخذ نكمل غير النقطه ديال الواي اقصى نقط وهي 40 نقطه يعني فور كريديت يعني 10 سنوات ديال الشغل. هذا ان شاء الله يكون موضوع اخر سي كريم نحاولوا ناخذوا فيه لان فيه ما يتقال بيت قال عرفتي المواضيع نو انا عارف بان انا صراحه هناك العديد من اللغه احنا فقط غير المستجدات ومازال ما خديناهاش يعني مازال فقط غير مع الاسئله ولكن ان شاء الله موضوع شيق صراحه. الاخت معنا في معنا مباشره في الخط تفضلي يا استاذه. وي خويا بغيت انا ندير واحد السؤال عافاك. المحاسب ديالي قال فرض عليا هذا العام هذا باش نعمر واحد الفورم سميتو اف بار، بغيت نعرف شنو هما الحالات اللي ضروري تعمر فيهم هذا الفورم وشنو هي العقوبه الا ما بغيتش نعمر الا ما عمرتش هذا العام. مزيان خليك معايا مباشره مع الاستاذ. تفضل استاذ هي كتسمعك كذلك ممكن تطرح عليه سؤال. الفورم سميت الفورم سميت الفورم اللي فرض عليك تعمره الاف بار قال لي فورم ديال الاف بار. اف بار اف بار شنو يعني شنو تتقصد اف بار يعني؟ هو هي مشات تعمر ربما انا بغات تعمر التاكس ديالها فالمحاسب فرض عليها انها تعمر داك الفورم هذا. واش كاين شي فورم بعدا انه يفرض على الناس انها باش تعمرو فقط باش الناس تستافد من هذه المساله هذه؟ لازم نعرف خصنا نعرف دابا النوع داك الاف بار خصنا نعرف بعدا شنو داك النموذج
النموذج، شنو داك النموذج اف بار، خصنا نعرف النموذج يعني شنو هو. استاذ حتى الا ما جاوبناش على الا ما جاوبش السي كريم على السؤال، انا غادي نخلي البيزنس كارد ديالو ان شاء الله للتواصل، وممكن تتصلي به بالتليفون خارج لايف وتستافدي اكثر ان شاء الله. غير فقط عرفت نوع الفورم باش كل اجابه صحيحه. الفورم اخويا سميتو 8938 اولا هو المحاسب تيعطيك داك يعني هو تيعمر لك بناء على المعطيات اللي عطاك، ممكن شي حاجه غادي يفرض عليك يعني غادي داك النموذج باينين الضرائب الفرديين وهادي، ولكن يفرض عليك واحد النموذج خصنا نعرفو يعني شنو الهدف من داك النموذج يعني. نعم حنا ان شاء الله غادي نحاول نخليه حتى واش هاد يعني هاد النموذج يعني شنو المعنى، شنو الهدف من هاد النموذج، باش يعني شنو علاش قالك تعمري هاد النموذج هذا؟ الاخرى انقطعت المكالمه، ولكن ان شاء الله غادي نخلي نخلي البيزنس كارد للتواصل ان شاء الله. فلك الكلمه استاذي. كما قلت لك ان هاد القياسات يعني القياسيه يعني اقتطاعات القياسيه، فستاندرد ديداكشن ارتفعت بالنسبه 2019 2020 تقريبا بواحد 400 دولار لكل ستاديس. مثلا هاد الاقتطاعات فهي اموال يعني مجانيه تختصم من الدخل ديال الفرد السنوي، فهي يعني تتحدد من داك الايتمايز ديداكشن اللي كان مشاكل في قبل سنوات 2018. فالقياسات مثلا في 2019 فالسنجل ماريد كانت في 2019 12000، ولكن في 2020 اصبحت 12400 دولار. فهذه قياسه يعني اقتطاعات اموال مجانيه يعني تقتطع من الدخل ديال واحد. مثلا كان واحد عنده 100000 دولار ربحها في السنه، فلا كان هو سينجل فتتقطع عليه 12400 دولار من داك المبلغ، فالضريبه اللي غادي يخضع عليها هو 87600 دولار. هذه غير مثلا هذيك الاقتطاعات القياسيه فهي مجانه يعني فلوس يعني فري ماني تنقولوا حنا، تتخصم من داك الدخل ديال واحد، وبهذلك يكون الضريبه يعني اقل، تدفع ضريبه اقل. لكن الواحد مثلا هيدو فاسول رب بيت ف 18000 دولار و650، كان ماري فالين جوين يعني كانت سنه 2019 24400 وصبحت 24800. فهذه كلها خصومات مجانيه تختصم من الدخل الفردي في السنه، وبذلك يكون الضرائب اقل. هذا بالنسبه لي ستاندرد ريدكشن. وعموما ف 87% الان حسب هذا الاصلاح الضريبي ف ناخذ مكالمه استاذ. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حفظك الله، تحياتي لك. الله يجازيك بالخير. مرحبا مرحبا. معك طريق في سيلفانيا. تحياتي سي طريق، كيف الحال؟ نتمنى ان شاء الله ناس في سيلفانيا كلشي يكون بخير. حفظك الله. تفضل استاذ. عندي واحد السؤال اللي يطرح عليك، هو بالنسبه اللي تخدم يعني تخدم تيدير اوبر وميم طون تخدم خدمه اخرى شيك، اوكي، واش بالنسبه لدوك لي بوين ديال ريتيرمنت واش يتحسبوا ليه بحال يعني عنده جوج لينكام، لينكام 99 وكاين شيك، واش هادشي تيعطيه لي بوين بحال هكا في ريتيرمنت ولا لا؟ استاذي كريم في الاستماع. سؤال اسمح لي شنو؟ اوكي، الاخ كيقول انه كيشتغل في اوبر وكيشتغل خدمه واحده اخرى حتى هي كذلك شيك، كيقول هذا الشيك هذه المبالغ اللي كيتقاضاها وكيدفع عليها ضرائب، واش كتحسب له مستقبلا عنده يعني كريديت، ربما تكون كريديت في المعاشات او ياك استاذ؟ هذا السؤال. نعم بالضبط، هي هذا السؤال. نعم بالضبط بالطبع، لان لما الواحد تيطلع على واحد داك ملخص ديال السوشيال سيكوريتي ايرنين، فكذلك كذلك له في النقط وفي المعاش كذلك. فكلما واحد دفع الضرائب اكثر كلما كان الفوائد والاستفاده من المعاش من الاعاقه اكثر. بطبيعه الضرائب اللي تستفيد
مجال ديال ديال الانتفاع المزايا ديال صندوق الضمان الاجتماعي. نعم، يعني كما قال السي كريم، يعني هذا المستقبل يعني تعود عليك بإفادة أكثر، يعني فكاين فرق بالنسبة للإخوة اللي كيدفعوا ضرائب، كل ما دفعتي أكثر كل ما تعود عليك مستقبلا أكثر كذلك. بالضبط، نعم. نتمنى إن شاء الله إذا كان هناك أي مكالمة واحدة أخرى، لأن تقريبا ما شاء الله هو الموضوع جد شيق، ولكن ما غادي نعطيه فقط واحد الفترة قصيرة، واحد ربع ساعة أستاذي إن شاء الله إذا كانت هناك أي مكالمة أو هناك أي سؤال، لأن ما شاء الله لحد الآن مشينا أكثر من ساعة ونصف. في انتظار إن شاء الله إذا كان هناك أي سؤال إخوان فمرحبا بكم. المكالمة رقم الهاتف هو 862009289، أو إذا كان عندكم أي سؤال مباشر بإمكانكم طرحوه إن شاء الله قبل ما نعلنوا على نهاية الحلقة. ومازال إن شاء الله يكون هناك مواضيع أخرى مع السي كريم باش نستفيدوا إن شاء الله أكثر وأكثر، لأن موضوع ديال الضرائب هو موضوع كبير بزاف. يعني واحد القضيه بالنسبه للاخت اللي سولتنا على اف بار، نموذج سميته 8938، وهو حساب بنكي اجنبي، فممكن تقدم عليه لان موضوع ديال الضرائب كثير وفي دائما الجديد. فاذا كان عندها اقل من 10000 دولار واقل فتعفى، ما تدفعش عليه على ضريبه، ولكن لازم يملا داك النموذج ويريبورت. خليك معي أستاذي إن شاء الله. ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الأخ رضوان، تحياتي أخي، مرحبا. تحياتي، معك سعيد من جورجيا. يا سيدي سعيد، كيف الحال وكيف جمعية أمين؟ هي أخويا نعير، لأن هذا البرنامج قيم بالنسبة للمهاجر الجديد اللي جاو باقي ما عارفش القوانين وباقي ما عارفش الشهادات. نشكر الأستاذ كريم، وتنشكرك بزاف على هذا الموضوع المهم هذا. شكرا، هذا هو التدخل ديالي، يعني هذا شرف لينا. شكرا، يكون هذا الموضوع هذا ونشيريه مع الإخوة المهاجرين. حافظك الله، جزاك الله خير. جزاك الله خير كذا. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. نعرفه. السلام عليكم. شكرا للأخ. برنامج في الحقيقة يفيد المهاجر، بالضبط المهاجر الجديد اللي أنا ما عارفش القوانين. فهذا اللايفات هذه تعطي واحد الإفادة للناس باش عرفوا أن الضريبة مهمة في الولايات المتحدة. نعم، واحد سؤال ربما نمر عليه بعجلة، ولكن الإخوة ربما طرحوه، وكاين بزاف الإخوان اللي ربما نوم في البال ديالهم. السنة اللي فاتت كانت هناك غرامة بالنسبة للتأمين، ربما لقى الجديد أن هناك ربما إعفاء من بالنسبة اللي ما عندهمش تأمين. النقط اللي كنت مهيئة ديال المستجدات فهي كذلك الإعفاء من عقوبات ديال عدم الحصول على التأمين الصحي، فهو ألغي، ما بقاش عليه غرامة ولا عقوبة. فلا عنده الواحد التأمين الصحي فما كاين مشكل على الصحة ديالو والحياة ديالو، لما عندوش تأمين صحي فما كاينش غرامات. ولكن ضروري من التأمين الصحي في البلد، لأن الواحد معرض لأمراض وهذا، فلازم الواحد يحميه. ولكن الشيء ربما كان نقطة بالنسبة لإخوة اللي ما عندهمش التأمين الصحي، فتلغات المسألة ديال الغرامة. فقط الأستاذ سفيان طرح واحد السؤال احنا جاوبنا عليه قبل، قال لك إذا كان أخ أنه متزوج وكيدفع الضرائب وعلما أن الزوجة دياله ما عايشاش بأمريكا، فربما أن السي كريم راه كان جاوب على السؤال وقال لازم يعني مثلا أن يكون عندها، إذا كان عندها السوشيال سيكيورتي ديالها راه غادي تدفع على أساس أنها يعني جوينت يعني متزوج. أما إذا كانت الزوجة، تفضل أستاذي. كمل بغيتي. أما إذا كانت الزوجة مثلا متزوج ولكن الزوجة مازال ما جاش لأمريكا وما عندها السوشيال سيكيورتي، فأنت خصك تدفع على أساس أنك سينجل. بالضبط، نعم، غادي تكون بالضبط هذا ما قلت، يعني هذا غير فقط للتوضيح، لان كاين ربما الاخوان اللي عاد تلتحقوا بنا، لان دوزنا هذه الاسئله باش ما يكونش هناك تكرار، باش حتى ان شاء الله اذا كان هناك اي سؤال الاخوان بغاو يطرحوا سؤال نمشيو ان شاء الله يعني اسئله اخرى باش تتم افاده. قال لك كنظن انا الاعفاء الغي السنه الماضيه، الاعفاء فقط هذه السنه ماشي السنه الماضيه، كنظن بالنسبه للتامين، بالنسبه للتامين من صحيحة السنة دي. دابا الآن كانت في الحقيقة في الأول كان عقوبة ديال 2.5%، ومن بعد نزلوها 2%، ومن بعد يعني من ابتداء من 2018 ألغيت
يعني عقوبات ديال عدم الحصول على التأمين الصحي في ابتداء من 2019 فألغيت، ما بقاش التأمين الصحي يعني عنده غرامة لما عندوش الواحد. جيد، هل هناك مازال شي ملخص بالنسبة للمستجدات، شي نقطة أخرى إن شاء الله في انتظار أي مكالمة؟ غير واحد النقطة، ربما الناس كأنهم أنصار ومعارضين، وهو لما الواحد يكون متزوج هنا هو والزوج دياله وما عارفينش القيمة ديال داك السوشيال سيكوريتي، داك بطاقة ضمان اجتماعي، ما عارفينش القيمة ديالها لأن هي ضمان اجتماعي مع الأسف، ما عارف شنو يعني. فالإنسان اللي ما تبلغش بالإنكم دياله فعنده نو كريديت، هذه غير بين قوسين يعني كاين نو كريديت. نعم قلت نو كريديت، اللي عنده داك البطاقة ديال صندوق الضمان الاجتماعي ولكن ما عارفش القيمة ديالها. نعم فباش تكون عندها قيمة خصك تشغلها، تكون خصك تبلغ واحد الدخل. نعم باش تنعش داك البطاقة، ولكن مع الأسف احنا نشوفوا مكالمة أخرى أستاذي، لأن كاين واحد الأخ بغى يطرح سؤال ونشوفه إن شاء الله. إلى لأن صعب التركيز مع المكالمات فانتظار. أوكي نسيت هناك إشي، تفضل أستاذي. غير واحد نقطة يعني، مثلا المتزوجين تيكونوا دائما الزوج يشتغل والزوجة في البيت بدون شغل، ولكن عندها ولو أن عندها شغل في الحقيقة البيت وتربية أطفال فعندها شغل أكبر من يعني بكثير. مع كل حال فأنا بنقول أن الإنسان لكن داك السوشيال سيكوريتي يعني أكتيف، لأن بالنسبة لمصلحة الضرائب فأنت كرقم مش كإنسان. يعني شنو درتي هذاك الرقم؟ واش تشتغل ولا ما ولا ناعس ما إنكتيف؟ لكن أكتيف تتحصل على نقاط، تتكلم على الكريديت. لما كانش أكتيف نو كريديت. ولكن احنا مثلا دائما الزوج يشتغل والزوجة، انا مثلا ربما كاين الناس اللي يكونوا معارضين لهذه الفكره، ولكن احنا يعني كاين الناس اللي يقول كيفاش انا الزوجه غادي تشتغل يعني، ولكن غير تنقول بان خصها دير تشغل داك الانكم ولو انها جالسه في البيت بيبي سيتر ولا شيء اسهل من هذا القبيل يعني، باش تحصل على نقط، ولا يديرها مثلا الزوجه معاها في الشغل في البيزنس ديالو باش تحصل على داك النقط، داك ربع النقط. علاش نتقول هذه النقطه هذه بالضبط؟ لان لما الواحد يوصل سن التقاعد فبدل الزوجين يتقاضوا شيك واحد يعيشوا معاه بجوج، ولا الزوج يحصل على معاش والزوجه تحصل على معاش، فغادي يكون عندهم معاشين. نعم هذه غير نقطه جيده استاذ. كاين الناس اللي يكونوا معارضين كاين، ولكن كاين الناس اللي يعملوا ان زوجهم تشتغل از بيبي سيتر ولا از هاوس كيبين ولا اي شغل في البيت، وكاين الكاش كاين مسائل من هذا القبيل، او لا يدخلها معاه في الشركه مثلا تشتغل معاه، وهو اول يستفيد ياخذ نقط، وكذلك يستفيد من المصاريف ان الزوجه ديالك يعني بزنس اكسبنس، هو حينخفض من الضريبه ديالو وهي تكسب يعني كل شيء غادي يربح، هي غادي تربح نقاط، هو غادي يقلل من المصاريف ديال الانكم ديالو، يدير بين الزوجه ديالها شغاله معاه غادي تنقص منه ديك المصاريف، وهي غادي تربح نقاط وغادي يربح نقاط وكل شيء غادي يربح نقاط باش يحصلوا على داك المعاش. وهذه بين قوس كل كاين اللي يكون يعني مراقي مغاير ولا ضد الفكرة، ولكن هذه غير بين قوسين، لو كانوا مشتغلين مع بعض وكل واحد عنده دخل فغادي يحصلوا على النقط ويحصلوا على معاش ويحصلوا على بطالة، لأن الإنسان تيجي مثلا يقدم على مثلا البطالة فالشرط الأول أنه هل يشتغل، فهذه نقط مهمة الناس مع أولا مثلا يأخذ قرض أو لا فوائد البطالة فيكون عندها دخل باش تستفيد كذلك هي من البطالة، تستفيد من القروض، تستفيد من المعاش، تستفيد من الإعاقة،
ولكن هذه بين قوسين. نقطة جيدة الصراحة، نقطة مفيدة، لأننا ربما لا نحكيش فقط أننا كمغاربة، ولكن هذا تقريبا عندنا نفس المشكل، هو أن ربما كتلقى الزوج أنه يشتغل والزوج أنا ما كتشتغلش، فربما أنا كما قلتي أن السوشيال سيكيورتي عبارة على رقم ماشي كشخص، فلازم الشغل أو الشغل عليه بطريقة جيدة كذلك. وكذلك مثلا توقعوا آفات في الحياة، يعني الزوجة ما عندها ولا شيء، مثلا مستقبلا توقع أحداث، توقعوا يعني أحداث توقع مستقبلا، فتكون عندها على الأقل واحد الباك اب، يعني عنده واحد بديل باش تلقي داك الاطفال وداك الناس الاطفال اليتامى مثلا ولا مثلا. نعم، كاين سؤال واحد اخر بالنسبه للاخ سعيد كيقول كيف يمكنك من معرفه نقاط الضمان الاجتماعي مع العلم اني اشتغل الان لمده 20 سنه بامريكا، كيفاش نعرف نقاط ديال الضمان الاجتماعي؟ اوكي، هناك طريقتين، اما فتح حساب عن طريق موقع مصلحة الضرائب www.ssa.gov www.ssa.socialsecurityadministration.gov، يفتح حساب ومن بعد يشوف الكريدت اللي عنده والضرائب المدفوعة وكم حصل على الكريدت وكم سيكون عنده المعاش بيقع على الكريدت، فواحد الأداة مفيدة جدا. وبعد أخطاء تكون أخطاء، ممكن بعد سنوات غير مبلغ عليه، هو بلغ على الضريبة يعني، ولكن في التقرير ديال المصلحة الضريب كاين بعد سنوات ما كاينش في اللائحة يعني، فلازم يصلح الغلط، لأن هذيك أموال لازم تربح منها تكتسب منها فوائد، لأن تعرف أن الدخل لما تتعمر تتقدم الضريبة للمصلحة الضرائب، فمصلحة الضرائب تبلغ بالدخل ديالك للمصلحة الضمان الاجتماعي، فتكون هناك أخطاء، تكون أشياء غير مبلغ عليها، فهذا بهذه الأداة ستصلح الأخطاء اللي تيوقعوا. نعم، ولا تكلم بالتليفون على المصلحة الضرائب، مصلحة الضمان الاجتماعي 1-800-772-1213. ممكن لهذا 1-800 يعني 1-800-772-1213. يشتغلوا على الشاشة إن شاء الله باش الإخوان أنهم يستفدوا. بالنسبة للموقع www.ssa.gov www.socialsecurityadministration.gov باختصار هي ssa.gov، أو بإمكانك الاتصال مباشرة على الرقم اللي هو 1-800-772-1213. بالضبط، ولما يروح يفتح الحساب على الموقع لازم يشوف على اليسار My Social Security، حيث كيني ثلاثة My Business و My Social Security، يضغط على My Social Security، هذا هو يعني هو اللي غادي يكون المفيد اللي يدخل على طول يعني. كمان نفس النقطة كذلك بالنسبة للموقع، يعني بعد أنك ما كتدخل الموقع بإمكانك تشوف مثلا شحال من نقطة أنك حصلت عليها، الراتب اللي غادي تحصل عليه كذلك في التقاعد، سواء التقاعد الكلي أو التقاعد المبكر، وبإمكان كذلك لا قدر الله حصل يعني وقع واحد المشكلة أو حالة وفاة، شنو هي الراتب اللي غادي تاخده. بالضبط، وكذلك الأطفال كم تحصل على الأطفال، يعني في حالة وفاة الزوجة كم تحصل على الراتب وكم يعني الأطفال، وكذلك الإعاقة، لأن في ذلك مثلا disability الإعاقة، والإعاقة فيها اثنين، فيها إعاقة مؤقتة وإعاقة دائمة، فالإعاقة المؤقتة تحصل على راتب يعني كل شهر حسب الحالة ديالك وحسب النقط، لأن الديزابيليتي تمشي على شيء، تركزوا على شيئين، هو السن وعدد النقط التي حصلتي عليها، فضروري كم من واحد عمل حادثة في شغل ولكن منين حسبوا لي النقط ما عندوش نقط، ولو أنه عنده السن كافي ولكن النقط غير مؤهلة باش يحصل على ذاك الإعاقة، وهذه دي إعاقة دائمة، يعني واحد مثلا دار حادثة والله يحطف يعني ظروف راحت لي واحد مثلا يده ولا رجله، يعني فهي عاقة دائمة،
فلما كانت شي دفع الضريبة أو تي قدم الضريبة في الوقت ديال المناسب كل سنة وتي دفع وتي بلغ الضريبة فتحصل على النقط. ففي حالة حادثة مثلا في سير حادثة السير أو حادثة شغل أو مشاكل تتوقع من هذه فغادي يحصل على واحد الإعاقة يعني دائمة وأجرة دائمة على يعني دول الامتيازات باش تقدم على الضريبة يعني. نعم أستاذي، إذا إن شاء الله يعني فقط نحاول نأخذ بعض الدقائق قبل ما نعلن على الختام الحلقة. هل هناك إن شاء الله من نقطة ثانية نحاول نزيد نوضحها أستاذي كريم ولا؟ كاينه واحد ناخذ مكالمه قبل الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يخليك. السؤال اللي عندي هو ان بهذا العام ديال الكورونا خدينا يعني واحد القدر من الفورون كاي، اشنو غيكون يعني طاكس على هذاك القدر اللي خدينا؟ سمعتي سؤال سي كريم؟ نعم. اوكي خليك ان شاء الله حاولي تقطعي وتستمع لينا مباشره باش ما يكونش الصوت كيتكرر. فالحكومه الحكومه لما تتخرج واحد داك اللي التقاعد 401 كي ولا 403 بي ولا 457 بلان يعني لخديتي واحد المبلغ فعطتك واحد المدة ديال 3 سنوات ما تدفعش عليها أي عقوبة. فضروري باش ترجعيها لأن نورمالمو عموما لو ما خديتي واحد هذيك المبالغ فهي خاضعة لضريبة 10% ديال الخصوم بينالتي 10%، ولكن بمجرد هذه الجائحة هذه انتشار الجائحة فالدولة أعطت الناس اللي يسحبوا الأموال ديالهم 3 سنوات بس يرجعوها بدون أي غرامة. فهذا نقطة مهمة إيجابية بالنسبة للناس اللي يسحبوا أموالهم ويستفيدوا منها سواء يشتروا بيت ولا يعملوا بها مشاريع ولا أي شيء كذا بدون أي عقوبة ولكن لمدة 3 سنوات فتتكون معفية من أي ضريبة، وهذا امتياز. فهذه نقطة ذهبية مثلا أموال في 401 كي ويستخرجوها بشيء. نعم أستاذ، أنت مازال معي في السماع أستاذ أياك. yes. كما قال الأستاذ كريم قال لك دابا هي عليها تقريبا 10% ولكن بمعنى هذا الوباء عندك مدة ديال 3 سنوات هي معفية من الضريبة، ولكن في ظرف 3 سنوات خصك تردي داك المبلغ اللي تم الاقتطاع منه من 401 كي. ايه ولا ردات شي مبلغ. شكرا اخويا بزاف على الـ على الـ شكرا جزيلا وسلام. نعم نعم تفضلوا استاذ. وهاد الفرصه لا يعني هاد الفرصه تنقول ذهبيه لان الواحد بغى يدير بها ويدير بها شي حاجه اللي تفيد يعني تفيد مثلا شراء بيت استثمار او اشياء يعني كثير يوظفها في حاجه مهمه ومفيده مش حاجه تافهه يعني شي حاجه اللي غادي تفيد ويكون فيها واحد مستقبل يعني. نعم مسائل شخصيه وما عندها حتى شي اهميه فهذيك غير ضايع. شي حاجه اللي تفيد مثلا استثمار ولا مشاريع ولا شي حاجه من هذا القبيل يعني. نعم اذا ان شاء الله نحاولوا فقط نحن في الانتظار اذا كانت هناك اي مكالمه اخرى. الاخوان كنعتذروا لان التعليق بزاف صعيب انك تركز على اي تعليق. لا عبد الحق او اي اخ اللي عنده اي سؤال ربما تتصلوا مباشره باش يكون هناك احسن انكم تطرحوا على الاستاذ وتو كيف فهم المغزى من السؤال. اذا ربما تقريبا هضرنا واخا لخصنا كانت مكالمات اكثر على المستجدات القانون الضريبي يا استاذ كريم. مازال شي نقطه واحده اخرى نزيدوا نضيفها في المستجدات؟ تشايلد تاكس كريدت هو 2000 دولار لكل طفل يعني طفلين 2000 دولار طفلين 4000 دولار 3 اطفال 4000 دولار الماكسيموم هو طفلين هذه السنه غير زيادة هو 500 دولار كل يعني أكثر من طفلين فهو زيادة 500 دولار لكل طفل أو لا هذا ديبندنت
يعني 2000 دولار على كل طفل، جوج الاطفال 4000، 3 4000، كيبقى فقط زياده ديال 500 دولار لكل طفل. نعم، يعني كريديت، ولكن واحد عنده معولين اخرين ف 500 دولار كل شخص. فتشارل تاكس كريديت هو هي تخفض من الضريبه، وليس هي ريفاند، فهي تخفض من الضريبه وتعطي عائد اكثر. نقطه اخرى وهي ايدوكيشن اكسبنس، مصاريف الدراسه، يعني مصاريف الدراسه. فلك الواحد يعني عندهم اثنين ديال الكريديت، امريكان اوبورتونيتي كريديت ولايف تايم كريديت. فامريكان اوبورتونيتي كريديت هي من تقريبا في السنتين الاولى، فالدولة تعطيك واحد الكريديت اب تو 2500. يعني الناس اللي مثلا سينجل خصو يكون عنده اقل من 80000 دولار في الدخل ديالو باش ياخذ داك 2500 دولار. هنا كان فيه قواعد، فيه ليميت، كان اكثر، كان متزوج فلازم يكون عندهم الدخل ماكسيموم 160000 دولار باش يحصلوا على 2500 دولار لكل طالب. يعني حتى بالنسبه للون كريديت اللي عنده اللون كريديت ديال الطلبه، اللون هذاك سيدو اللون تا هو اب تو 2500، يعني 2500 دولار اللي كان الانكم اقل من 70000 دولار هذا سينجل، يعني فرد يعني سينجل، او كان المتزوج 140000 دولار. جيد، هو القانون الجديد اللي، فكما تلاحظوا ان الواحد من تي يروح للمدرسه فهو ياخذ كريديت من الدوله، يعني فكتشجيع باش يرجعوا للمدارس ويدرسوا، فالدوله تعطيهم هذا الكريديت. فيعني احسن من يعني 2500 دولار في كل هذه، فهذه يعني حاجه مفيده تفيد الطالب. صراحه جد جيده بالنسبه للطلبه. فقط باش كاين شي اخوان بغاو يطرحوا سؤال، اللي هو في نفس كما قلت على 2000 دولار لكل طفل، هل هناك شروط يعني مثلا الانكم باش يقدروا يستافدوا من 2000 دولار؟ شنو هو الحد الاقصى؟ يكون المهم يكون لازم يكون هو ما كاينش يعني، لكن اي مبلغ عمل فتخصم داك المبالغ 4000 دولار من الانكم. ولكن لا عنده واحد الانكم لو انكم من مثلا 40000 دولار او اقل من 40000 دولار مثلا، فتعطيه واحد كريديت على الدخل. هنا هذا فيه كاين واحد الجدول مثلا لو كان سينجل كم الانكم ديالو اللور باش ياخذ هذا لما ياخذ كريديت ديال الطفل مثلا، والارن انكم كريديت. نعم، واخا الا كان عنده اكثر من 40000 دولار فربما يقل حسب الدخل، كل ما ارتفع الدخل كل ما الارن انكم ديال يقل، بعدين يروح يعني. اوكي جيد، هذا فقط للتوضيح بالنسبه للاخوان. هل هناك اي نقطه سي كريم؟ ريتايمنت بلان، ريتايمنت كما ذكرت 401k، وكاينه 403b، وكاينه 401k، وكاينه 403b، وكاينه 457 بلان. هذه كونتريبيوشن ليميت، لكن واحد غادي كونتريبيوت يعني يعطي واحد يوضع في الحساب ديالو 2020 19500 دولار، ما عنديش اي ضرائب ولا اي شيء، ولكن السن ديالو من 50 او اقل. ف 19500 هو كونتريبيوشن ليميت، ما عنديش اي يعني غرامات ولا اي شيء. اما بالنسبه ل 2021 ف بالنسبه لي عندهم 50000 دولار 50 سنه فوق، ف 26000 دولار هو الماكسيم كونتريبيوشن ليميت. هذا بالنسبة لي 401k. أما بالنسبة لي IRA، فIRA في نوعين، فيها traditional IRA وفيها Roth IRA. فtraditional IRA و Roth IRA فعطوا الحد مثلا واحد باش يكونتريبيوت 6000 دولار فوق كل سنة 6000 دولار، لكن عنده أقل من 50 سنة 7000 دولار فوق 50 سنة. في هذه المبالغ يعني ولكن لازم يكون عنده واحد الدخل مثلا من اقل من 120000 دولار باش يستفد من هذا الحساب الخاص للتقاعد. فالفرق بين الاي ار اي والروت اي ار اي، فالتراديشنال اي ار اي
وهو أي مبالغ اللي عملت مثلا 6000 دولار لكن فرد فتخصم من الإنكم، يعني عنده واحد فوائد. لكن متزوج 12000 دولار، 6000 6000 12000 دولار، فهذه المبالغ تخصم من الدخل باش يكون عنده لو إنكم. أما أقل أكثر من 50 سنة ف 7000 دولار في كل فرد متزوج، يعني 7000 و 7000 دولار. هذه امتيازات الواحد يستفيد، ولكن هذا فقط للتراديشنال اي التقليدي. أما الروت اي ار اي فيستفيد في المعاش. وبالمناسبة فالواحد ما يستعتمدش فقط على الصندوق الضمان الاجتماعي المعاش، فعنده مسائل حسابات خاصة تضاف للمعاش باش يكون عنده واحد الراتب شهري في السن المبكر أو السن العادي، باش يكون عنده واحد المعاش مريح ما فيش أي مشاكل وكذلك. نعم شكرا أستاذي كريم على كل المعلومات. إن شاء الله إذا كانت هناك أي مكالمة نحاول ناخذها. السي كريم كنشكرو على المعلومات صراحة القيمة، الموضوع فيه مازال هناك الأشياء من النقاط اللي ربما وخا نجلسوا النهار كامل يمكن ما غاديش يسالي السي كريم ياك. نعم موضوع متشعب وموضوع ما شاء الله السي كريم يعني غني معلومات، يعني هناك معلومات قيمة. كنشكرو صراحة الحضور ديالو. إذا كان هناك أي سؤال إخوان أو أي مكالمة هاتفية نحاول ناخذها قبل ما ننهيو الحلقة ديالنا، وفي انتظار إن شاء الله غادي نبقاو نضربوا مواعيد أخرى مع السي كريم إن شاء الله ونحاولوا نستافدوا من نقط أخرى. حاولنا ناخذوا نقطة بنقطة، ما يمكنش نجيو نهضروا على المسائل الضريبية ونهضروا على المعاشات ونهضروا على التقاعد ونهضروا على النقط في موضوع واحد، لأن كل نقطة ربما خصها حلقة أو أكثر. تفضل السي كريم. موضوع الضرائب هو ما غاديش نطرقوا لكل شيء في واحد الحلقة، لأن كل حلقه كل ماده مثلا غير اليموني. مثلا ما تكلمناش على مثلا نفقه الزوجه المطلقه، فهناك موضوع كثير في هذا المتشعب. مثلا الموضوع ديال هيلث سيفين اكاونت، ما تكلمناش على مثلا استيت تاكس فيدرال استيت تاكس، فكل موضوع فيه ما يتقال وفيه بزاف الفوائد. نحاولوا إن شاء الله مستقبلا أستاذي كريم أن نبرمجوا إن شاء الله حلقات قادمة بإذن الله. شلي كنتظروا من كل المشاهدين الكرام أنهم يكتبوا مثلا شنو هي المواضيع التي تهمهم، شنو هي النقاط اللي باغين يسمعوها، باش أننا نقدوا نجيبوا أساتذة متخصصين ويشرحوا لنا إن شاء الله في النقاط اللي باغين يستفدوا منها. ففقط كما قلت لكم الإخوان، هو الموضوع ديال الضرائب كما قال أستاذي هو موضوع متشعب وفيه العديد من النقاط. خدينا نقطة، ولكن مازال إن شاء الله غادي نحاولوا نبرمجوا نقاط أخرى، نبرمجوا المعاشات، نبرمجوا الألموني، نبرمجوا نقاط للإخوان، نحاولوا كل نقطة نحاولوا أننا تكون فيها إفادة أكثر وأكثر، وحتى نطرحوا فيها أسئلة باش الناس يستفدوا إن شاء الله. فإذا كانت هناك أي سؤال آخر مرحبا بكم، وغادي نخلي الكلمة الأخيرة سي كريم. تنشكرك سي مراد، وتنشكرك على البرنامج وللحضور الكريم لكل الجاليات. فأنا هرعنا الإشارة غير أنا مشغول كثير، فصعب باش نرد على جميع التساؤلات سواء عن طريق الماسنجر أو عن طريق الواتساب أو عن طريق الفيسبوك. نحاول فقط نحط إن شاء الله نحطوا نعم البيزنس كارد باش ان شاء الله اللي بغى يتصل بالسي كريم غادي يكون هنا. صبر شويه وقت، ولكن حنحاول باش نرد على جميع التساؤلات. فموضوع يعني القوانين ديال الضرائب والتساؤلات والمشاكل فهو موضوع كثير ما يتقال. كذلك الاستعمال اوقات العمل ديالي هو الاثنين والثلاثاء، يعني ما تشتغلش. هذا لا يعني اننا غادي ما نشتغلش، ولكن ارد على الاجوبه والتساؤلات. ولكن وقت العمل هو من الاربعاء الى الاحد من الساعه 12 الى الساعه 8 بالليل. ويعني تنصح المهاجرين باش يمتثلوا القوانين ديال امريكا من ضرائب، يكون عندهم السيره ديالهم مزيانه، لانهم قابلين على تقديم يعني ادجاست ستاتس يعني حصول على الجنسيه، فيكونوا دائما السيره ديالهم مزيانه، يكونوا عندهم يعني يشتغلوا يدرسوا
ميترفورة كاينين يعني مجالات مفتوحة في جميع المجالات يعني، والأبواب كلها مفتوحة يعني. ونصيحة وهي أولا لكن عنده شو واحد استفسار ولا شي حاجة لازم يستشير المختصين بروفيشنال، مش أصدقاء ولا ناس ما عندهمش أي فكرة في المجال والقانون، فضروري من استشارة مختصين سواء المحاسبة أو المحاماة أو الطب أو أي ميدان. ما تسمعوش هذا هو الأخطاء، الناس يسمعوا أخطاء يعني ديال الناس جاهلين الأمور وتعرضوا من المشاكل وفي متاهات. ولهذا فأنصح أي واحد يستشر مع واحد اللي عنده علم في ذاك الميدان دياله سواء هجرة كما قلت ولا أي ميدان. شكرا أستاذي كريم. إذا إن شاء الله شكرا لكل الحضور الكريم، شكرا جزيلا. صراحة كانت حلقة جد مميزة وكنا سعداء باستضافة السي كريم، واللي مازال إن شاء الله غادي يكون حلقات أخرى. إذا إلى هنا أضرب لكم موعد إن شاء الله في الأسبوع المقبل، كنتم مع أخبار المغرب. والسي كريم آخر كلمة إن شاء الله باش نودعوا الجمهور إن شاء الله. وانا راه الاشراك كما قلت وهذا كتطوع مني، لان اولا ما كنتش نتقدم هذا الشيء، ولكن تشجيع الناس ومغاربه وعرب يعني شجعوني باش نشارك المعلومه ديالي مع الاخوان والاخوات في جميع الولايات وفي خارج الولايات المتحده. وتنشكركم وش غادي نقول لكم، نتمنوا كل خير للجميع ونتمنى الصحة والعافية والرزق وإن شاء الله والصحة والله ينجينا من هذا الوباء هذا. آمين آمين. شكرا أستاذ كريم. إذن شكرا أعزائي الجمهور اللي كان حاضر معنا، نشكركم إن شاء الله، نضرب لكم موعد في حلقة قادمة، ومازال إن شاء الله يكونوا مواضيع إيجابية. دائما كنتظروا من خلال التعليق ديالكم المواضيع التي تهمكم، حاولوا تكتبوا لنا التعليق كنشوفوا التعليق كاملة وكنختاروا منها المواضيع. السي كريم إن شاء الله غادي يكون عندنا لقاءات أخرى بإذن الله. إذن إلى هنا أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وشكرا السي كريم، شكرا جزيلا على هذه المعلومات الطيبة. شكرا، مرحبا، شكرا، مع السلامة، السلام عليكم.